البدايه خليني اسالك، فعليا ليش دائما الاولاد يتعاطفون مع الاب وعكس البنات؟ تمام، النقاش يدور حول قضية الأنثى والذكر، الرجل الابنة أو البنت. في أبعاد كثيرة، منها البعد النفسي اللي هي لها علاقة بما ذكره فرويد، وأنا لا أميل لهذه المدرسة اللي هي عقدة أوديب وعقدة إلكترا، وأنا لا أميل لها حقيقة بشكل أو بآخر، لكنها موجودة. الآن إحنا نتحدث عن السياق المجتمعي، خل أقول لك العادات التقاليد، أوقات الفكر، فكر الرجل، أوقات الولد ممكن أنه يتقبل زواج أبوه إذا شاف عنده احتياج ناقص أو شيء معين ما هو ملبى له، سواء ما عنده زوجة أو أمه متوفاة أو غيرها، لأنه الولد قد يكون شعوره النفسي في الوالد أو فهمه للاحتياجات بشكل أعلى من البنت. البنت طبيعتها، وهذه مذكورة في الدين وفي كل المناحي النفسية وغيرها، أن غيرة البنت غيرة واضحة وصريحة ومباشرة بشكل كبير جدا، سواء على الزوج، سواء على الأب، سواء على، يعني بطبيعتها المرأة كائن غيور. الولد ممكن حنا نقول نقطة مهمة، أنه ممكن يغار على أمه لو ترتبط أو تتزوج، وهذه منحة اجتماعي، منحة أسري تماما، منحة له علاقة أعتذر بالجانب المجتمعي، العادات والتقاليد، تمام. لكن بالنسبة للولد احنا نلاحظها ان الولد ممكن يتجاوب في زواج ابوه لظروف معينة واضحة، فهما لجانبه النفسي والبيولوجي. اما على مستوى الجانب النفسي اللي قاله فرويد ووضحها لقضية عقدة اوديب، اللي هي خلي اقول اسطورة اغريقية اللي كان يتحدث عنها، اللي هو كان يعني محب لامه لدرجة انه يغار عليها بشكل كبير جدا، فهذه نقطة مهمة وحساسة. طب دكتورة نوف، خلنا نتكلم عن ردة فعل البنات لما تيجي الأم ترتبط أو تتزوج. دائما ما تكون تتقبل أو تدعم يمكن أمها أنها يعني، وانت ذكرتي كمان قبل شوي نقطة مهمة اللي هو الأولاد أو الشباب بشكل عام ممكنهم يغارون على أمهم، فليه ليش وجهة نظرك؟ تمام، احنا قلنا يمكن الرجل بطبيعته او الولد بطبيعته عندنا الان امتدادا لاختلاف الجنس، خلينا نقول يعني الولد بطبيعته احنا نشوف ميال بشكل او باخر الى انه يفرض جزء من شخصيته او قيادته للمشهد، فوجود رجل اخر معه في مثل هذه المنظومه او هذه الدائره تخليه يعني يستنفر كل قواه الى انه ما يكون في منافس له في 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 هذا المشهد. قد يكون إضافة لهذا الشيء الكائن يعني التكوين البيولوجي للرجل والأنثى، احنا نلقى الرجل عنده جانب قيادي عالي، فهو دائما يبحث عن الصدارة، يبحث عن القيادة، يبحث عن انه يكون نمبر 1، فنوي بتقولين له انت يا المدير حيجي لك مدير ثاني او احد يقود المشهد غيرك، فهذه نزعة ذكورية موجودة عند الرجال بالفطرة اوقات اللي هي القيادة للمشهد العام. المرأة او البنت، خلينا نقول البنت لا، منحها ليس لها علاقة بالقيادة او المسؤولية او التصدر، لا، لها علاقة بالجانب المشاعري، لا تجي مرتبو تشاركني في بوي.